في تغيرات يا محمد مهمة جدا قبل ما نختم اقول لك عليها في ملف كأس العالم. كأس العالم 2022 بالظبط كده اتفتح ملف. اتفتح الحديث عن ان الولايات المتحدة الأمريكية، انا كنت لسه بحضر كده ورقة اتنين لغاية لما نتكلم فيهم الاسبوع الجاي هنتكلم فيهم. بس اقول لك هنت سريع كده، الولايات المتحدة الأمريكية جهزت بعض الامور، ان عندها قصة الرشوة اللي اتقدمت لقطر عشان تستضيف. الناس هتستغرب جدا هي ليه امريكا بتعمل ده دلوقتي. الخسائر الاقتصاديه الكبيره جدا ان عند امريكا اللي حصلت في الفتره اللي فاتت هي اللي خليتها تندفع لده، خاصه ان هي اللي ساعدت قطر وهي اللي ادت قطر البطوله بلعبه سياسيه. بمعنى ان سريعا الملف كان في عندنا لاول مره في التاريخ 2018 و2022 يتم التصويت عليهم في نفس في جلسة واحده. دي ما حصلتش. طيب انجلترا كانت موجوده مع قطر ومع امريكا في ملف واحد، لما لقيت امريكا قالت امريكا عندها ملفها جاهز، فانا بالتالي اخلع اروح 2018 ازاحم روسيا هناك. اما راحت للملف الروسي 2018 لقيت ان الولايات المتحده الامريكيه في الجلسه الختاميه لما بقت قطر وامريكا على ترابيزه واحده قالت هسحب ورقتي. سحبت ورقه الضمانه الحكوميه، وبالتالي كانها لم تكون موجودة في الملف، لم تتقدم. فبالتالي وقعت القصة على مين؟ على قطر. في حالة وجود ضمانات حكومية أو أي مشكلة عند قطر هتبقى أمريكا هي اللي إيه؟ اللي هتتولى الملف. وأمريكا عن طريق الـ FBI هي اللي سجلت لكل رؤساء الاتحادات، وهي اللي عدلت المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد التكشيرة والتسجيلات الرهيبة. فهو ده المكان اللي يمتلك التسجيلات. عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية سحب ملف التنظيم من قطر 2022 هتسحبه بورقة تتنشر وبتسجيلات يتم نشرها، وبعد كل ده هي الوقت هيقول. الحاجة التانية ان الوباء هيؤدي الى تاخير تسليم الملاعب القطريه اللي توقفت تماما عن ميعادها، وبالتالي في مشكلتين هنا، امريكا هتبيعك ولا لا، والوباء اثر على ميعاد التسليم. والاقرب حتى هذه اللحظه مش ان قطر تنظم المونديال، امريكا تسحب الملف. كاس العالم 2022 لسه في كلام، لسه في كلام، لسه في كلام. تمام يعني هتدفع اكتر يا هتسحب اكتر. تمام.